عندي هدف النصر الأول تسلل، هدف نادي الوطني الوحيد تسلل، ركلة جزاء لم تحتسب لنادي النصر في الدقيقة 89. عشان أنا من كثر القرارات في المباراة ضيعت. نعيد تاني. هدف النصر الأول سليم متسلل، مهاجم نادي النصر حسن الراهي في موقف تسلل. أوكي، الهدف الأول تسلل، إذا هدف غير شرعي للنصر الأول. الهدف الثاني للنصر هدف صحيح تم تسجيله في الدقيقة 31. الهدف الثالث هدف الفريق الوطني 53، اللاعب يقف في موقف تسلل لحظة لعب. أعطيني القرار قبل ما تشرح لي. تسلل على مهاجم نادي الوطني قبل تسجيل الهدف. إذا هدف متسلل أيضا اللي سجل الوطني. الدقيقة 89 رجال الخطوط ايش قاعد يسوون في المباراة؟ الدقيقة 89 ركلة جزاء لنادي الوطني لنادي النصر لم تحتسب من قبل حكم المباراة، وإن لم يشاهدها يقوم الحكم المساعد الثاني بواجبه بالإعلان عن ركلة جزاء. طيب خليني واحدة الحين، إذا المباراة هذه فيها هدفين غير شرعية. صحيح، واحد للنصر واحد للوطني. صحيح، اللي هو الهدف الأول للنصر والهدف الأول للوطني. الهدف الثاني لنادي النصر سليم. صحيح، الهدف الثالث للنصر سليم. طيب ركلة الجزاء لم تحتسب لصالح النصر. نعم. مين الحكم هذا؟ الحكم شكري الحنفوش وعبد الله معافى وعمر جمل. الهدفين التسلل كانت عند الحكم المساعد الأول.